الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز ليس البلوغ، التمييز هو التفريق بين الأشياء، يعني يعرف أنه هذا ماء وهذا نار، تقول له اجلس يجلس، قم يقوم. معنى no sarti tammo imorde fi juldeden jabe ko inko sendindirgol sendirgol wona neddo wongol hellifado sendindirgol ko woni ko on sendindiro hakkude pijidi sa enni mi yo immo anda ko non dum sa wi yo jodo anda ko non dum sa wi yo yaw o anda ko non dum sa enni yo ar o anda ko non dum sendindiro hakkude pijidi na'am yukhta kathir mimman yutarjim yaqul an albulugh هو التمييز أو التمييز هو البلوغ، هذا خطأ كبير. لا، التمييز هو التفريق بين الأشياء والبلوغ أمر آخر. هنا فالجا ينبه هو بريني ديرو بإنه بوندا ما سيني ديرغول كوني كو يوتاغول أو يوتاغول كو فيري غو نو يوتار كو نارو سيني ديرتا ولا أو سيني ديرتا أو يوتاكي تو هارو نو سيرتي كانجي دير سيني ديرغول إي وونغول هيلي فارو نو سيرتي. فهل تصح صلاة الصغير؟ أنا هرانو سلة جل ده باي كنت سكون مي هل فاكا تصح إذا كان مميزا، إذا كان يميز بين الأشياء فصلاته صحيحة وإلا فهي باطلة والله أعلم. ستاي قط وني باي كون وانا لي هل فادو كون هم وسند يرهاكون يبيجين جل ده ما كون هرانو سلة